واهلا وسهلا فيكم مشاهدينا مره ثانيه وفقرتنا الحاليه فقره التجميل. استضفنا تسنيم. كيفك تسنيم؟ الحمد لله تمام، شو طبعا اخباركم؟ تسنيم من بيوديرما. اهلا ما تسنيم، اهلا فيكم، اليوم رح اهلا نحكي وسهلا. معاكي عن علاقه خلينا نحكي الميك اب والنفسيه والبشره، ايش تاثيرهم؟ لانه كثير احنا هلا باجواء جاي رمضان وبتعرفي بياثر على البشره وكمان عوامل الطقس، فبدنا نتعرف على كمان تاثير النفسيه. يعني عصبي، بمختصر، كيف مضحكة، ممكن شغلات زي تأثر الصحة المنيحة والبشرة الحلوة بالتفكير الإيجابي؟ هلا هو التفكير الإيجابي اللي بيأثر على الصحة والنفسية وعلى البشرة، حلو. لأنه أنت لما بتفكري بإيجابية بتعرفي تتعاملي مع الضغوطات اللي بتواجهك، فأنت هاي الضغوطات ما رح تأثر عليك ولا رح تأثر على صحتك. حلو. طيب هلا تسنيم، يعني كلنا بنعرف إنه المرات لما يكون عندنا هيك شوية ضغط او انه مثلا طبعا شفت كيف حكت شويه انتي مشاكل، ضغط، ضغط، يعني للتعبير القوي على الموضوع، بتلاقي انه مرات بتطلع حبه. مثلا مرات بتكون في كثير بنات، اكيد هلا كل الصبايا اللي عم يحضرونا رح يتفقوا معي، عندنا مناسبه بعد بكره ومعجوقين فيها وكذا، بنصحى الصبح بنلاقي في حبه مثلا توتر طالعه نفسي. بمنطقه كي كذا. يعني هل فعليا، يعني مرات في كثير ناس بقول لا ما لها دخل، يعني شو دخل هاي بهاي، خلص بتكون يعني الحبه عباره عن شيء ملتهب وبتطلع، لكن هل فعليا انه هذا المصدر الحبوب في الاخير بتطلع فجاه هيك بمناسبه بيكون لها النفسيه لها اثر عليها؟ هو مزبوط، في لها اثر، يعني في لها تفسير علمي، يعني قصدي اكيد طبعا. هلا هي بتكون محظوظه صراحه اذا طلعت لها بس حبه واحده، لانه الواحد لما بيتوتر البشره الخلايا الميته بتصير تطلع على البشره من برا، بصير الواحد بيعرق بزياده، فالبكتيريا بتصير تتراكم على البشره. حلو. فهذا الشيء كله بسبب بكتيريا بتطلع حبوب. كيف بدي اتجنبها هاي؟ لازم تعتني في بشرتك كثير منيح. هلا بالفتره اللي فيها توتر كثير بننصح انه الناس تستعمل الاشياء اللي فيها مقشرات خفيفه على اساس تشيل الخلايا الميته، تشيل البكتيريا اللي بتكون متراكمه على البشره. يوم ورا يوم بده يعمل يعني تقشير بشره؟ بلكي هلا تقشير خفيف خفيف، بس يعني هم المفروض انه يكونوا عارفين كيف يتعاملوا مع التوتر، بس في اوقات بتيجي على الواحد انه بيكون كثير متوتر بتمر بفتره، فهاي الفتره لها عنايه خاصه. حلو. طب هلا انت حكيت عن الضغط اللي خلينا نحكي نتيجه المناسبات، هلا في كمان كيف مثلا ممكن نحن نعتني ببشرتنا واحنا عارفين انه في عندنا مثلا مناسبه جاي قربت، مثلا عرس صاحبيتهم او مثلا عرسها هي، احيانا بتلاقيها العروس نفسها بتلاقي التوتر النفسي عندها كثير ارتفع. يعني بدي اسال هسه شيء بخصنا احنا الرجال، يعني بصير عند الرجال نفس الشيء زي هيك نتيجه التوتر النفسي؟ هلا هو اكيد يعني عند الرجال نفس عند النسوان، يعني التنين نفس الإشي. هلا احنا جسمنا بشكل عام المشاعر الضغوطات هاي كلياتها بجسمنا بتتاثر بشكل كيميائي، هرمونات بتطلع هرمونات بتنزل، فهاي الاشياء بتكون بالست نفس عند الرجال. بحس اكثر عند الستات، يعني هلا يمكن الستات شوي نتوتر على اشياء اكثر لانه بنحب التوتر مش بايدنا. يعني مو بايدنا صراحه. طيب هلا تسنيم رح نطلع بكاميرا حديث اليوم، رح نروح نسال كم من، يعني نسال كم من شخص من الشارع حتى انهم يجاوبونا، يعني يجاوبونا عنك شو تاثير، هل فعليا البشره بتتاثر بالحاله النفسيه او لا، فبنطلع نشوف اجاباتهم ونرجع حتى نكمل نقاشنا. الحالة النفسية إذا كنت أنت معصب أو متضايق أو متوتر هذا بيبين على وجهك، وكل ما كان الواحد التوتر يعني لفترة أطول وأخذ معاه يعني مثلا أشهر أو سنين بيصير بينعكس على وجهه، بيبين التجاعيد أكثر، بترهل الجلد بهي الطريقة. إذا كان مبسوط أكيد بحس إنه رح يكون عمر البشرة تبعته بتكون أطول وبتكون فيها نضارة أكثر. والله أنا سمعت عن هاي المقولة إنها صحيحة، إنه في علاقة بين وجه الإنسان والتصرفات اللي بتصير فيها، يعني مثلا لما الواحد يزعل ببين على وجهه تجاعيد وإنه لونه أصفر وإنه مش مبين عليه إنه مفتح أصلا، لما يكون مبسوط إنه ببين عليه إنه مفتح وإنه مبسوط. أكيد طبعا في حالة نفسية، هو الحالة النفسية بتسوي لك فليرز اللي هي عبارة عن حبوب بتطلع في الوجه وبتطلع في أماكن ثانية في الجسم. طبعا في علاقة بين الحالة النفسية والبشرة، لأنه البني آدم لما يكون زعلان ببين اصفرار بوجه وببين فيه تجاعيد وبطل يهتم بحاله والى اخره، اما لما يكون فرحان ففي بسمه بوجهه. نعم. تسنيم عم تناقش لو تسنيم تحت الكاميرا على اراء يعني الاشخاص اللي جاوبوا، راي تسنيم شو رايك؟ يعني رايهم قريبه من الصح ولا في تفاوت؟ اكيد هلا هم بشكل عام عم بيحكوا مثلا انه الواحد بصير لونه اصفر، بتصير بشرته باهته، بيطلع تجاعيد، هاي الاشياء فعلا موجوده قريبه للواقع.
طيب تسنيم، سؤال هسه بخصوص البشرة والتوتر. هلا بنعرف انه في انواع للبشرات، يعني في عندك البشرة الدهنية ممكن اذا حكيتي لها صباح الخير تتوتر، وفي عندك مثلا البشرات الجافة، وفي عندك البشرات مثلا خلينا نحكي الرطبة. ايش تتميز كل بشرة عن الثانية بمواقف زي هيك، وكيف نقدر نعتني بكل واحدة فيهم؟ هلا هي ما مش انه البشرة بتتوتر بشكل اكبر على حسب نوعها، هي ردة فعلها للتوتر بتكون غير. ايش اكثر حساسه البشره؟ هلا هي بشكل اكثر بتكون البشره الدهنيه، لانه بتعرق اكثر، بتصير لها قابليه انها تفرز دهون اكثر. صح. طب تسنيم الهالات السوداء، هالات السوداء لها ارتباط كبير بالنفسيه، مزبوط؟ اكيد طبعا. يعني كيف ممكن الواحد يتعامل معها بمثل هيك ظرف؟ يعني بتلاقي مثلا حدا عنده مشكله، بتلاقي الهالات السوداء واصله لهون، طب كيف بدي اتعامل مع الموقف هذا؟ ترطيب اهم شيء، الواحد انه ينام منيح، ياكل اكل صحي. هلا من شو بتطلع هاي الهالات السوداء؟ انه الواحد لما بيتوتر، الستريس هرمون اللي بيكون في عندنا بالجسم بيخلي الاوعيه الدمويه شوي اضيق، مشان هيك الواحد بيصير بشرته شاحبه، بيصير على صفار، فهذا الشيء بياثر على المنطقه اللي تحت العين. حلو. طيب بنشوف بعمر المراهقه، خلينا نحكي اللي هو السن اللي ببلش النضج فيه، بتصير يعني كل حدا بتعرض يعني بلس تغيير الهرمونات، بصير كانه نتعرض بشكل يعني مباشر للضغوط. يعني اغلب مثلا بيقولوا بسن المراهقه بيكونوا صف 8 9 10 وصولا للتوجيهي، فين بيكونوا ستريس، بس بيكون يعني الوجود الهائل نحكي الحبوب، نحكي التغير بطبيعه البشره موجوده. كيف ممكن يتعاملوا يعني المراهقين مع هاي الكيس من حالة البشرة؟ هلا المراهقين بشكل عام بيتأثروا بهاي الأشياء أكثر، لأنه ردة فعلهم بتكون كثير أقوى. فالهرمونات زي ما قلتوا إنه بتكون عندهم هلا مخربطة، ما بتكون ستيبل يعني عندهم، فهذا الإشي كمان بيكون عامل زيادة عليهم. هلا مشان يعتنوا في بشرتهم، يعني لازم أول إشي يتعاملوا فيها من فوق، لازم تفكير. ما يعطوا ردة فعل زيادة، هذا الإشي بيجي على الأهل. هو هذا الاشي بيجي على الاهل صراحه، يعني هم بتعرفوا فتره المراهقه شوي بيكون يعني بيغلطوا كثير، شوي بيكون في عندهم تسرع، بيصير في عندهم اشياء نفسهم يعملوها، اشياء بدهم خلص انه هم صاروا كبار. فهذا بيجي التعامل مع الاهل يعني جوا البيت. حلو. وبيجي العنايه بالبشره، بيجي الاكل له دور كبير اكيد. طيب تسنيم، انا بدي اياك توجهي نصيحه لخاصه نحكي الصبايا اللي بلشوا فتره المراهقه، بتلاقي انه خلينا نحكي يعني بالمصطلح العامي بلشت تليط وجهها باللي رايح واللي جاي، خايفة انه مثلا تتوتر او يطلع عندها الشغلات اللي زيك، لانه يعني بالعمر هذا بتلاقي يعني خلينا نحكي البنات ببلشوا يعتنوا بحالهم بشكل كثير زايد يعني عن بعد هيك او عن اللي قبل هيك. فيعني كمان تاثير نوعيات يعني خلينا نحكي المستحضرات التجميل او مثلا تنظيف البشره والشغلات اللي زي هيك، احيانا بيخلوا حالهم بالمكياج وبناموا فيه وبيطلعوا فيه ثاني يوم، فهي الشغلات ممكن تاثر في البشره في المستقبل. اكيد اكيد طبعا. هلا صراحه البنات اللي بسن المراهقه ما لازم يحطوا مكياج من الاساس، سامعين يعني؟ ابدا. مش يعني هاي اول نصيحه صراحه، ابدا ما بصير يحطوا مكياج ابدا. طب ليش ممكن نعرف يعني السبب؟ صحي لانه تاثيرها على البشره قوي. بشرتهم هلا بفتره فيها تغييرات، فيها المسامات بتتنفس غير ما بينفع نسكر المسامات. طب ما في انواع خاصه فيهم؟ لانه ما بتقدر تحرميها، يعني تطلع على حفله صاحبيتها تحكي لها تتمكياجيش، تطلعش ما بتطلع حفله صاحبيتها على يوم، ما بتكون زي لما بكون كل يوم، كل يوم لما بكون صح على خاصة حب الشباب الفترة هاي بيطلع، فببلشوا يغطوا فيه بالمستحضرات ويأذوا حالهم بزيادة. هلا هم بصيروا بيروحوا على بشرتهم بالجهة الغلط، اللي هي جهة الميك اب، جهة هاي الأشياء، مو جهة العلاج. صحيح مظبوط. طيب تسنيم، هلا احنا داخلين على الصيف، داخلين على نحكي الحر والتعرق وكذا، بنلاحظ كثير انه بتصير المسامات الوش بتصير اوسع، بتصير اكبر، كيف بدنا نعالجها هاي المساله؟ هلا اول شيء لازم التغسيل كل يوم، يعني حتى الناس اللي عندها مسامات واسعه وبتحس انه وشتها عن جد بتعرق كل شوي، لازم اكثر من مرتين باليوم يغسلوا. حلو. هذا اهم شيء. بعدين في عندنا كريمات، في عندنا علاجات انه تضيق المسامات، يستعملوا تونيك مثلا بعد ما يغسلوا بشرتهم. حلو. يعني نصائح جدا جميلة تسنيم. طب يعني خلص خلصنا نحكي الغسول، خلصنا كل هاي الأمور. مرات في ناس بقول لك أنا عشان أخفف المسامات اللي بوجهي بدي أروح أعمل جلسة فيشل أو جلسة تنظيف بشرة، وما بتكون بالطريقة اللي إحنا نعرفها، يعني إنه نعمل سكراب بعدين نعمل بنظف تونيك أو نعمل بالحليب وكذا، لا بيستخدموا هي الأجهزة. شو تأثير هاي الأجهزة على البشرة وعلى المسام بالذات؟
هلا على حسب الجهاز اللي بيستعملوه، يعني على حسب، لازم الناس تتوجه لهيك شيء، اولا تكون المشكله عندهم كثير كبيره ما بتتعالج بكريمات، فهذا بيكون بناء على نصيحه الطبيب انه يستعملوا اجهزه معينه، اما الواحد منه لحاله شاف تقشير بالالماس وتقشير لا اعرف شو. لسه بدي اسالك تسنيم عن، لاحظت بالفتره الاخيره وانا بتصفح خلينا نحكي بالسوشيال ميديا بشكل عام، ظهور مستحضرات اللي هي الاقنعه، في الاقنعه السوداء، الاقنعه الذهبيه، ومش عارف فيها اقنعه، يعني حسي حالك ماشي باتمان يعني. فهي الامور يعني ممكن تاثر بالبشره، يعني احنا ما بنعرف مصدرها، بس بنعرف انه هاي تاثيرها، بكونوا كاتبين بالاعلان انه هاي تاثيرها بتعطيك نظاره، وبتلعب برضو على العامل النفسي. عشان نرجع يعني لموضوعنا، انه بتقيم كل الحبوب، فبتلاقي انه ست خلص بشتري هذا برتاح، كل الحبوب بتروح او الزيوان او كذا، شو رايك فيهم؟ هلا هو مزبوط رح تعطيهم نظاره، بالذات اول مره بيستعملوه رح يحسوا فرق رهيب، فرح يضلوا يستعملوه مره على مره. هلا هاي الاقنعه اللي مو حلو فيها انه بيشدوها شد عن البشره، فبتمسك بالاشياء المنيحه والاشياء اللي مو منيحه في البشره، يعني هاي على اللونج تيرم بتصير بتعمل تجاعيد، بتصير بتعمل جفاف زايد في البشره، المسامات صحيح. بتصير واسعه بعد فتره، بتصير تتوسع، بتصير العكس، مش عندنا مسامات، ليش عندنا مسامات؟ صح صح 100%. يعني تسنيم دائما هيك، تسنيم تعطينا المعلومات الحلوه اللي انا بروع على البيت، خلص هلا بدي ابلش انه عنايه بالبشره من جديد. شكرا لك تسنيم محمد من بيوديرما على معلوماتك الحلوه، دائما كل اسبوع بتشرفينا وبتنوري استوديو حديث اليوم. شكرا لكم شهد محمد.